الحلقة الماضية حكينا لكم عن الناشونال وور ميموريال. الآن بس بتلف هيك ظهرك بتلاقي وراك أحد أهم المباني الموجودة في أوتاوا اللي هو شاتو لوريال. هذا المبنى هو عبارة عن فندق برايفت لكنه يعتبر تريجر بالنسبة لأهل أوتاوا. هذا الفندق هو أحد الفنادق لسلسلة فيرمونت ومن أهم الفنادق وأغلاها اللي موجودة في أوتاوا. فيه حوالي 429 غرفة، ولكن يعتبر هذا المبنى هيريتج بالنسبة لأهل أوتاوا لأنه عمره أكثر من 100 سنة والشكل تبعه صار من أحد معالم أوتاوا. رقم هذا المبنى رقم 1 ريدو ستريت، فهو مركز الأول مبنى في ريدو ستريت اللي هو في مركز المدينة، يعتبر من أهم الأماكن. الشغل اللي السكرت اللي حاب أحكي لكم إياه إنه داخل هذا المبنى بس تدخل رح تلاقي شغلات كتير حلوة، بس السكرت المهم إنه كثير من بواقي سفينة التايتانيك موجودة في هذا الفندق. فإذا زرتوا أوتاوا لازم تدخلوا وتسألوهم عن remains of the Titanic's art وراح يورجوكم إياهم. الشغلات اللي لازم تعرفوها عن هذا المبنى إنه عم بيحاولوا الآن يعملوا expansion، يعني وسعوا المبنى من الخلف، لكن أهل أوتاوا رافضين الديزاين الجديد لأنه بيعتبروه تشويه للمعلم القديم، وعم بيحاولوا الآن يعملوا consultation مع أهل المدينة عشان يوافقوا، مع إنه مبنى خاص بس عشان يوافقوا على الإكسبانشن هذا. وعم تصير الآن جدالات كثيرة في البلدية تبعت أوتاوا هل يوافقوا على الديزاين الجديد ولا لا. صارت حوالي 5-6 ديزاينات نزلوها للناس عشان يعملوا عليها فوت، لحد الآن ما قدروا ينتهوا للمخطط النهائي أو الشكل النهائي للإكسبانشن. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.